هذه المبادرة كتمكن من اكتشاف نساء استثنائيات من 5 مناطق مختلفة في إفريقيا. نساء فوق العادة فعالات، غادي يمكن لنا غادي يشاركوا معنا وغيحدثونا على المسارات ديالهم ولا الرؤية ديالهم، ويقدموا لنا كيفاش حفزوا نساء أخريات للوصول والنهوض بنظام التعليم ديالهم في دوتر بيي، وكذلك يعطيو إلهام للنساء أخريات. هاد المبادرة غادي تتمحور حول دونك جوج محاور، واحد ديال ليدوكاسيون اللي هو التعليم، وواحد ديال الثقة بالنفس. وغيمكننا نهضروا على هاد جوج محاور عبر بعد ورشات العمل. دونك غادي يكون واحد ورشات اللي كنسميوهم مختبرات تعاونيه للتفكير اللي درناهم مع لو كابيني دو لوات، ودي ماستر كلاس، وكذلك دي سيونس اللي كنسميوهم ميت ويد، يعني كيمكنوا النساء من انهم يتلاقاو بنساء اخريات. وغادي نهيو هاد المبادره بواحد الامسيه اللي غتمكن النساء الافريقيات اللي نهضوا بالمقاولات ديالهم من انهم ياخذوا واحد الجوائز اللي تشجعهم، ونشكرهم على هادشي اللي داروه.